عزوز بيرحب بالسادة الركاب وبيتمنى لكم رحلة سعيدة وزي الفل. كابتن عزوز متشيك لابس بدلة وكاب ومعانا مضيفة وخدمة نظيفة وجرب كل وترك الريموتات. هنشغل المزيكا ونعلي صوت الصف ونركب الهوا والسرعة معانا يا رب. سترونج اندبندت وومن دلوقتي بقى قلبت على فيلينج لوست وافتح معي حوار فربما لست بخير. اهمادي بقى خلينا نشوف الزفت الورطه اللي احنا فيها دي. فيلينج هارت بروكن ووش بيعيط. لا وفر الوش اللي بيعيط لايفنت الغرق وما تنسيش بقى تعملي تشيك ان ورا البراميل. زي ما توقعت الفريره زي الفل ما فيهاش كلمه استعمال طبيب. احنا جايين نفصلها يا عم سيد ولما هي زي الفل وقفت بينا ليه في عرض البحر؟ شوف يا عزوز يا ابني واضح ان الفريرة قطعت بنزين. نعم قطعت بنزين ازاي؟ وانا مش اديتك فلوس علشان تفول قبل ما نطلع؟ ايوه طب ما انا ايه ده؟ انت كان قصدك افول التانك؟ انا افتكرتك قصدك افول يعني اجيب سندوتشات فول يعني احنا بنقولها كده. سندوتشات فول بخمسمائة جنيه؟ مش الزاد والزوادة في طريق السفر؟ زاد وزوادة بخمسمية جنيه عم سيد. لا الزاد بخمسين الزوادة هي اللي حرقة حبتين قطعت لها 430 هتقولوا بقى 20 اديتها للواد اللي كان بيعمل السندوتشات بعشيش ولا مدلوش؟ يعني ايه؟ كان بات هنا في عرض البحر؟ انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ايوة طبعا معناه للأسف ان المسلسل الهندي هيفوتني. دي الحلقة الأخيرة. يا رب صبر لي صبرني يا رب على ما بلتني. واحد جاب 500 جنيه سندوتشات فول بدل ما يفول التانك والتانية خايفة نغرق للمسلسل الهندي يفوتها والتالت مسقع وعامل فيها سايح إيطالي وقاعد يصطاد وسط ده كله. يا كابتن عزوز الزياد ده مفيش أسهل منه بس الحقيقة إن بينما أنت تلهو أنا قاعد هنا أصنع المجد. وصنعته ولا لسه؟ أصنعه بس أول ما اصطاد لما السنارة تغمز
هصنع لكم مشوي ومقلي وكل اللي نفسكم فيه. انا نفسي في نص جمبري مقلي راس وديل. يا لهوي عناية يا نعنوعة، ده انا طول عمري نفسي انك تطلبي مني اي حاجة. الله الله، اللهم صل على النبي، على وشك اهو يا وش الخير، الصنارة بتخمة دهية. ايه ده فانوس رمضان؟ صبيت لبيت عبد الملك. يعني معلش برضه، يعني حضرتك مين؟ يا جماعة الغباوة دي، ما أنا بقالي ساعتين بقوله بعيد، المفروض تكون استنتجت يعني، طالع لك من الفانوس. هبا إيه؟ عفريت الفانوس يا باشا. يا باشا؟ وإيه بقى صبيت لبيت دي؟ هي مش كانت زمان شبيك لبيك؟ قال لا، مش طالع لك من البحر يا باشا، مالك؟ واسم الكريم إيه لا مؤاخذة؟ وأنتوا ليه محدود الذكاء كده؟ عفريت يا باشا هيكون اسمي إيه يعني؟ واضحة، خدامك هيثم، أمره. كل واحد له أمنية واحدة بس. ما تخلص يا أخويا، احنا هنقضيها تحكي في الورطة المنيلة اللي احنا فيها دي. انت يعني عاوز تقول انت فعلا تقدر تحقق لنا اي أمنية نطلبها؟ والله العظيم اقفش وارجع الفانوس تاني. ايه يا اخوانا الهري ده؟ دي شغلانة اي عفريت في الدنيا انه يحقق اماني. وما انا بقوله امر ايه؟ جاي ياخد الاوردر مثلا، انجازه بقى. يعني حضرتك اي حاجه اي حاجه بدون نرفزه والنبي. طب السلام عليكم. استنى بس يا عم. لا الكلام ياخده عطا عم هيثم، والموقف برضه يعني غريب وملخبطنا، اعذرنا معلش ابو هيثم. ما غريب الا الشيطان يا اسطى، مالك؟ ده موقف كليشيهي اتهرس في 50 فيلم قبل كده. عارفين هتطلبوا ايه ولا اجيب لكم منيو؟ ها هتطلبوا ولا ايه؟ هطلب ايه اللي هطلب؟ ده احنا وقعنا من السما وانت استلقتنا. لا يا برنس ما تقولش كده، العفو، احنا اخويا تؤمر. الامر لله. بص بقى، انت شكلك ابن حلال، طلعت لنا في لحظه خطيره جدا. شوف يا سيدي، دلوقتي الوضع زي ما انت شايف كده صعب جدا، تايهين في البحر والفريره عطلانه ومش عارفين بقى يا عالم حد هينقذنا ولا ينجدنا ولا ايه. وانا علشان ما نموتش من الجوع هنا كنت بحاول اصطاد اي حاجه من البحر عشان ناكلها، وما اصطادتش حاجة، والطعم خلص خلاص. حبيبي أنا عفريت الفانوس مش ريام سعيد، اطلب اللي أنت عايزه من غير جو الصعبانيات ده، قول عايز إيه. وش موقف زي اللي إحنا فيه ده هكون عايز إيه بالعقل كده؟ طعم طبعًا، وطعم كتير، وآيس بوكس أخزن فيه السمك عشان ما يبوظ. صبيت لبيت. هي دي امنيتك يا هيصة؟ وانت ما صدقت انت كمان، ما تتقل يا اخويا شويه ما ناخد وندي مع بعض. ما انا برضك استغربت الصراحه، بس قلت ادي هيثم انت مالك. عفريت ارعن ومتسرع صحيح، طب هو واد غبي واهبل ومش عارف هو بيقول ايه. انت مش تعقل الكلام كده؟ انت صغير. مين ده اللي مش عارف بيقول ايه؟ ما تحاسب على كلامك يا عم سيد. وغبي واهبل عادي بالنسبه لك يعدوا؟ اتفضل يا سيدي، ده ما تاخدش على كلامه. يقول لك طعم تردم لنا الفريره طعم، يقول لك يا عم مثال توضيحي، يعني لو قلت لك دلوقتي الحقنا احنا هنغرق وعاوزين عوامات بطه هتجيب لنا عوامات؟ لبيت لبيت. بسم الله، انت بتهزر صح؟ لا اله الا الله، هو مش الحاج قال عاوزين عوامات بطه؟ مالك يا اخويا متعفرت كده ليه؟ هو لحق يبلع ريقه؟ انت متصربع على ايه؟ ده الجدع يعني كان بيضرب لك مثال توضيحي.
والله بقى انا راجل دغري وامور اللف والدوران دي انا ما افهمهاش. متصربع هو الانجل شغله بدري ويحقق التارجت يبقى كخه. لا بس شويه تمييز بردك، ناس في عرض البحر وفاقدين الامل في العوده والليل بيليل عليهم والوقت بيجري. ها انجزي يما، ما كل الهري ده نفس المعنى، الوقت بيجري الليل بيليل الشمس بتغرب. ها طلبك ايه؟ اشوف الحلقه الاخيره من المسلسل الهندي. لبيت لبيت. لا 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 استنى بس. شاشة LCD فلات آخر موديل فشر السيما الصيفي. الله يخرب بيتك يا نعناع، مسلسل هندي وإحنا بنغرق؟ ده الطعم والعوامة البطة كانوا أرحم، ده حتى المسلسل الهندي ده خطر على حياتنا أكتر من الغرق، يعني هنتشل قبل ما نغرق علشان ما نعرفش نضبش كلابي حتى. لايف إز شورت يا كابتن، والمثل الإنجليزي بيقول لك إيه؟ إيه إيه؟ بيقول إيه المثل الإنجليزي؟ بيقول لك if you can't resist enjoy. ما احنا بنحاول نرزست اهو، طلع لنا عفريت يحقق له كل واحد فينا امنية، مش نقفش فيه بقى. تقفش في مين يابا؟ ليه الغلط بس؟ انا غلطت فيك دلوقتي طه يا عم. لا مش وقت غباء بقى دلوقتي ولا ذوق تفاهم خالص يا هيثم. الا مش فاضل غير الامنية بتاعتي وعايزين نركز وحت ابوك. لا نمشي بقى، انا اصلا مش جاي اتهزق اخواننا، انا جاي احقق لكم اماني يعني. يا عم اصبر بقى. الا انت كنت بتبقشش علينا يعني؟ ما دي شغلتك، مش ده نظير اننا حررناك من فانوسك؟ مش ده ام الفانوس وانت ام العفريت؟ يبقى تنفذ ام الامنيات من غير برطمه بقى. ام العفريت لحد هنا يا اسطى وانا اسف. يا اسطى ايه بس، عفريت من الحرفيين ده. لما توصل لسيره الام يبقى مات الكلام. اتفضل قول امنيتك عشان اقفل الشيك واتكل على الله. يا اخي روح بقى. الله ده انت سوحتنا، يعني متسرع وبتفهم غلط وقفش يا اخي. ده انا نفسي اشوف لك حسنه واحده بس كده. صبيت لبيت. لا لا طيارة فول اوبشن عملت.